السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في إطار تقديم بعض الحلول في مجال المعلوميات وكل ما يتعلق بالحاسوب، نلتقي مجددا في فيديو آخر يتعلق هذه المرة بكيفية غلق ملف وفتحه بواسطة كلمة السر. لأجل ذلك نحتاج إلى أكواد خاصة، هذه الأكواد يمكنكم تحميلها عن طريق الرابط أسفل الفيديو والذي يوجد داخل صندوق الوصف. إذن بعد تحميل الملف الأكواد نحصل على هذا الملف. أول خطوة هي نذهب إلى سطح المكتب ونضغط نوفو دوسي، نسميه مثلا توب سوكري. نذهب لملف الأكواد الذي حملناه مسبقا عن طريق الرابط أسفل الفيديو، نأتي إلى هنا في هذا السطر F Notes Pass، نلاحظ هنا Votre mot de passe. نعوض هذه الكلمة بكلمة السر التي نريدها، مثلا نضع كلمة السر هي Close. إذن أصبحت لدينا هنا F Notes Pass est équivalent à Close. نذهب إلى Fichier Enregistrer sous ونضعه في الملف الذي يوجد على سطح المكتب والذي سميناه توب سكري. نسمي ملف الأكواد هنا مثلا virou.bat، وهذه مهمة، لا بد أن نضع l'extension.bat كما تلاحظون هنا virou.bat، وهذا مهم. نضغط على enregistrer، نغلق الملف ونذهب إلى هنا، نضغط ضغطتين على هذا الملف، ستظهر هذه النافذة. نضغط على أي زر مثلا Entrée، وكما تلاحظون هنا أصبح لدينا هنا ملف آخر اسمه كوفر. نفتح هذا الملف ونذهب إلى الملفات التي نود أن نغلقها ونفتحها بواسطة كلمة مرور، مثلا هذا الملف وهذا الملف. نضغط على كوبي ثم ننسخ داخل ملف كوفر كولي، ها هما الملفان. إذن الملفات التي نود غلقها وفتحها بواسطة كلمة المرور أصبحت داخل ملف كوفر. نذهب مرة أخرى إلى هذا الملف ونضغط ضغطتين، كما تلاحظون تظهر هذه الرسالة تقول Voulez-vous verrouiller le dossier coffre؟ Oui ou non؟ On clique sur O، c'est-à-dire oui. Puis sur Entrée pour continuer. Puis Entrée. كما تلاحظون هنا الملف كوفر قد اختفى ولا يمكن فتحه إلا بواسطة كلمة مرور. لنجرب ذلك، لفتحه نضغط ضغطتين على هذا الملف، تظهر هذه الرسالة تطلب منا كلمة المرور. مثلا ندخل كلمة مرور خاطئة ونضغط على Entrée. كما تلاحظون هنا تقول الرسالة mot de passe incorrect، يعني أننا لا يمكن فتح الملف إلا بكلمة مرور صحيحة. نجرب مرة أخرى ونضغط ضغطتين، يطلب منا كلمة المرور، كلمة المرور الصحيحة هي close كما شاهدنا من قبل، ثم نضغط على Entrée أو OK ثم Entrée. كما تلاحظون هنا ظهر ملف كوفر مرة أخرى ويمكننا فتحها الملفات الخاصة بنا. إذن بهذه الطريقة تمكننا من إغلاق وفتح الملفات الخاصة بنا بواسطة كلمة السر. إذن هذا كل ما يخص هذا الدرس، وإلى هنا أتمنى أن ينال هذا الفيديو إعجابكم. لا تنسونا من الدعم والاشتراك، وإلى فيديو آخر دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
Audio Jungle.